الملك عبر أكشية دوري. الحديث اليومين هذه ابتعد عن الأمور الفنية، عن الموضوع اللي حاصل منسق الإعلامي منتخب الكويت، وتصريحك اليوم تحدثت فيه أنه سيحضر معك في أي مكان. هذا صحيح، ويعني أنا ما قلت كلمة سيتراجع عنها. طلال المحطب عضو وفد أحمد الفهد رسمي، واللي يبي يستقبلني يستقبل وياي طلال المحطب، واللي ما يبي يستقبلني ما يشوف شر، الله غانيني عنه. يعني في حال رفض الدخول لطلال ما راح تدخل أنت كمان؟ لا طبعا، خلاص هذا قرار عندي مثل ما لهم قرار لنا قرار. بس هذا قرار اللجنة. قرار اللجنة على عيني وراسي، لكن قرار اللجنة مبني على إجراءات خطأ. أول شيء هذا مو قرار، هذا قرار اللجنة العليا وهم يوصون، ومع هذا ما وصوا. ثاني شيء في تسلسل في اتخاذ القرار بإنذار ولفت نظر، ما تروح للأقصى على كلمة ما فيها. أنا تابعت الحديثين، ما فيها 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 عدة، ولكن ما فيها إساءة. الإساءة ما قلنا أكثر من ذلك، لكن للأسف اللجنة الفنية والظهر يعني الأخ بنواهر مدير البطولة ورئيس اللجنة الظهر صاجين الجماهير السعودية فيه، اللي قطعت المدرجات عشانه ظهر معهم حق. أنا بديت أقتنع أن الجماهير السعودية معها حق في مقاطعة. في حال أنه دخل معك أستاذ طلال وأنت أصرت على الموضوع هذا، ما تخشى من عقوبة؟ عقوبة منه؟ الله سبحانه وتعالى. لا، اللجنة. أنا ضيف المملكة، أنا ضيف اتحاد القدم، أنا ضيف ضيف عيال بن سعود وضيف المملكة، وأعرف هذول شلون يكرمون ضيفهم.